نشرح الموضوع باسلوب البرية. انت عذرنا عن الزلات قالوا لا تعذر، وان طلبنا الحق يا مشهور قالوا عن جهية، وان تأثرنا بحب الزين قالوا لا تأثر، وان عشقنا ديرة الأجواد قالوا عنصرية، وان تعوذنا من الشيطان واخفانا التذمر قالوا انك ما تحملت الامور العاطفية، وان سلكنا منهج العرفان باسلوب التشكر قالوا منافق ولا تصلح ولا عندك حمية، وان صدف مسكين غاز الخفرة ان شافها تمخطر هيئة المعروف تجلد والخوية الحق خوية، وان خطبنا من حسينات البهية ما تصور من شروطها للعروسة غالي مهر البنية، وان تطرقنا الموضوع الدراهم لا تذكر راتب المسكين ما يكفي ملابسه داخلية، وان سألنا عن بنات الشام قالوا لا تنكر، السعوديات واجد خل عندك وطنية، ضاع مدلول السعادة بين عيب وبين منكر، مجتمعنا علته مسندي ما هي خفية، وارجو اني ما تسببت المشاعر كم تعكر، اعذروني واسمحوني مقصدي حل القضية.